بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، ايه رأيكم؟ شايفين سندوتشات الجمبري بالفلفل والليمون والخضرة وكل حاجة حلوة وجميلة؟ ايه رأيكم في صينية السندوتشات الجميلة دي؟ تعالوا يلا شوف مين عايز سندوتش ويكتب لي في التعليق واوريكم كل أمام حاجة حلوة. التلفزيون. وهنا البتنجان ابو خل وتومه، والبتنجان المخلل والطماطم والطحينة والمسقعة وكل حاجة حلوة وجميلة. يلا بينا بقى ان شاء الله كده نخش على اليوتيوب، على مطبخ عبير وماما على اليوتيوب، ونشوف عملنا احلى سندوتشات جمبري ازاي، ونخش على مطبخ عبير على الفيس ونشوف عملنا السندوتشات الجميلة دي ازاي. يلا بينا ونخش المطبخ ونشوف عملنا ايه. يلا بينا. بصوا حبايب قلبي، هنعمل ايه النهاردة؟ الطبق ده فيه زي ما انتم شايفين هنا حتة تومة، شوية كمون، شوية كزبرة ناشفة، شوية سبع بهارات، وشوية دقيق على شوية ايه نشا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. اهو زي ما انتم شايفين هربوا كده مع بعض. يبقى حطينا الدقيق مع النشا مع واحدة مرقة مع البهارات كلها اللي هي بهارات السمك بقى، ماشي، نربوا كله كده مع بعضه. خلاص انا جايبين النهاردة ايه، قلنا نعمل اكلة كده خفيفة ونعمل سندوتشات كده حلوة وسريعة. لقينا الجمبري رخيص، يعني جبت الكيلو وربع بمية اللي هو الصغير. كان في واحد في الميدان وانا جاية بفوت عليه بجيب السندوتش ب10 جنيه، بقى ب12 ونص، بقى ب15، بقى ب20، ومبقاش فيه، ونفس الجمبري الصغير ده. بس لو جبت 5 سندوتشات بالمية، لا انا جبت الكيلو وربع بالمية. ومع بعض بقى هوريكم هنعمل ايه. دي الخلطة اللي انا هحط فيها الدقيق مع معلقتين نشا، ماشي، مع معلقة كمون، مع تظبطي الملح بتاعك، مع بهاراتك، مع شوية كزبرة ناشفة، مع واحدة مرقة، كله كده مع بعضه. ونحط ايه، اقلبه كويس جدا وهوريه لكم، ماشي، خليكم معايا. بصوا كده انا حطيت اهو بقى الجمبري اللي هو الجمبري الصغنن ده، العصفور الجميل ده. بس الخلطة بقى اللي احنا بنعملها دي، تتفرجوا بقى ان شاء الله هيرمي معانا رمية ايه محترمة، ماشي. هسيبه بقى شوية كده وبقى محضر شوية حاجات وهوريها لكم ايه، ونرجع لكم تاني. بصوا حبايب قلبي، انا هعمل بقى بتنجان بخل وتومه، جنب بتنجان مخلل، جنب البتنجان اللي هو الشتيطة يعني او مسقعة. كل الحاجات دي بتتحط في المحلات جنب ايه، جنب طبق الجمبري، ماشي. مع بعض بقى كده اوريكم برضو كل حاجة كده بنعملها. كده بنقلي وبطلع في المصفى هنا اهو، ماشي، عشان خاطر يصفي ايه الزيت منه. يا سلام، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ده كده اللي هو ايه ابو خل وتوم، ياخد غلوه بس، احط شويه كمون واظبط الملح بتاعه، واحب بهارات صغيره، واحط في البتنجان. بصوا ده بقى شغل المحلات. طبعا لازم هتروحي للبتاع كبده ومخ، هتلاقي عنده البتنجان اللي بالطماطم والبتنجان ابو خل وتومه والحاجات دي كلها. اهو ده كده خلصنا السلطات، هندي شويه كده صغيره ونروح ايه نحمر الجمبري مع بعض. برده هوريه لكم وانا بحمره، وهوريكم ده بيتحمر ازاي، ماشي. كده احنا اهو كده البتنجان هحط عليه شويه الطماطم ودومتم وايه، ونبتدي نحضر اهو. بس دي ممكن تحطيها تاكليها كده، تحطيها في الطبق وتاكليها بالمنظر ده، او ممكن تحطيها على، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، تاخد وش بس كده اهي، بتبقى اكله جميله وخفيفه. وبعدين انا ما حمرتش تومه فيها، انا حطيت حته تومه نيه على الطماطم ورحت حطاه عشان ما اعملش زيت كتير واوفر برضو في نفس الوقت. اهي ادي تعتبر صينيه مسقعه او بتنجان بالصلصه او الشتيطه زي ما انتوا عايزين. خلاص لسه الجمبري ورا اهو في الخلطه، وهو بقيه السلطات والحاجه اهي. احمر بقى وهوريكم كل حاجه حلوه مع بعض. بصوا حبايب قلبي، ده العيش اهو، بصوا عملته كده زي ودن القطه، ماشي. احط شويه بقدونس هنا كده خضره، واحط الجمبري احمره. خلاص وبصوا بقى الصينيه اللي انا رصيت عشان هعمل عليها. وبصوا هنا بقى كده، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، حطيت الجمبري في قلب الدقيق، الدقيق ده حطيت عليه شويه كزبره ناشفه، وحطيت عليه برده حبه من البهارات وحبه من الكمون. خلاص وبعد كده بحط اهو، اهزه كده اهو في المصفى اهو، شايفينه اهو، انزل كده اللي فيه كله كله كله، وبقدح الزيت واحمره
وهحمره كده وهوريكم احنا بنعمل السندوتشات وبعمل كل حاجه. خلاص سهله وبسيطه. ب100 جنيه جبت كيلو وربع، بدل ما كنت اجيب 5 سندوتشات هعمل 12 سندوتش واكتر مع بعض كده، وهوريكم برده. بصوا حبايب قلبي اهو كده بقلي اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. الجمبري مش بيحتاج سوى جامد اهو، هنا بقلي اهوت. وبصوا ده اللي انا طلعته وده اللي هطلعه، وحاطه الطاسه هناك علشان ايه اصفي الطاسه اول باول علشان ايه احمر الباقي. هحمره بقى كله وهوريه لكم قد ايه ب 100 جنيه، واحنا كنا ب 100 جنيه هنجيب 5 سندوتشات والضحك علينا. ما تعملي السندوتشات، هو انت بتاكلي يما؟ اعملي السندوتشات وبعدين هناكل. مش انت مجوعاها؟ ايه ده؟ احط شويه بتاع خضره وبعدين حطي كده. روحي روحي. بصوا يا ناس عماله بتاكل. بألف هنا. الله يهنيكي يا اختي. انا جايباش خاطر ماما. ماشي يا حبيبتي. يلا يا ماما. اعملي يا ماما. ما فطرتنيش لغايه دلوقتي يا ناس. يا لهوي. فطرت 10 مرات وتقولي ما فطرتش. 10؟ 20. بصوا الجمبري الجميل ده. بصوا الجمبري الجميل ده. جابوا لي مرتبني من عند بتاع السمك اللي عندها. قالت ماما عنده سمك جمبري يبقى ب 75 جنيه كيلو. 75 جنيه؟ اه يا قلبي. اه حطي حطي. قلت لها كيلو ونص. وموقفي. وموقفي. كيلو ونص. بنجيب الرغيف دوت من الراجل ب 20 جنيه ما فيهوش كام واحدة. حطي هنا جنب كده. بصوا يا جماعة السندوتش عامل ازاي؟ حطي حطي. تحفة. ده رأيكم هنعمل شوية ونبيعهم؟ وقفي ثانية واحدة. سندوتش ما شاء الله مليان جميل. تسلم ايدك. حبة خضرة جزوم الشيك. بصوا سندوتش جميل. شفتي بقى احسن من اللي احنا بنشتريه. كل الناس اللي بتبيع اي حاجة بتكسب. بيبيعوا وبيعلوا من دماغهم. خدي خدي يا زوزو. ده المفروض يخلي عندهم رحمة للناس. ولعوا الدنيا ولعوا الدنيا. ماما تعرفي بس تشيلي بتاعت الخضرة جنبك شوية أفضل. بصوا يا جماعه ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ بصوا حابب ناكل. ما شاء الله. الجمبري. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه. ايه رايكم؟ صلوا على النبي على الصينيه الجميله دي ب 1000 انا واشوفها اللي هياكل. وب 1000 انا واشوفها اللي بيشوف. 1000 انا واشوفها اللي جاب. اللي جاب. بصوا ايه رايكم؟ والله بتاع الجمبري وبتاع السمك وكل الناس بره بتكسر. ده الباقي ماما بتقزقز بس كده، وهنا كلت 200 جنيه، وهنا كلت. ما انت عماله تقزقز. جوعنا كلنا. ايه رايكم يا جماعه في اكلتنا الجميله دي؟ والله اكله جميله ورخيصه. يعني بنجيب الرغيفين دولت، الرغيف ب 30 جنيه ولا ب 25 جنيه؟ لا يا ماما. الرغيف لوحده ب 20 جنيه. يعني ال 100 جنيه اللي احنا جبنا بيها هات 5 رغيفه. احنا عملنا يجي 12 13 رغيف. 2 4 6 8 15 وش حد؟ لا بتاع 13 رغيف. اه بتاع 13 رغيف. بتاع اليوتيوب اللي عنده يخمس. لا لا انا ما بخمس والله. وماما عماله تقزقز اهي. خمسي بقى يا ماما عشان هي عماله. انا والله يا جماعه ما هو عماله تقزقز مش تستنى. طعمه حلو قوي. طعمه جميل. عارفين الجمبري الصغير ده؟ احنا من الكبير جنبه. لا وبعدين ممكن ينفع كفتك بالجمبري، ملوخيه بالجمبري، شوربه سفود، مكرونه اللي هي نجريسكو بالجمبري. ينفع لحاجات كتير قوي ورخيص قوي وجميل. يلا ان شاء الله. كيلو وربع. كيلو وربع. كيلو وربع بالمية. بالمية. بصوا يا جماعه انا عايزه اطلب بس منكم طلب كده بعد اذن الجميع واذن الناس الحلوه والعيله الجميله. يا رب كده القناه تكبر بيكم ان شاء الله. انا جايه من شغل النهارده تعبانه، وكان ضغط واطي 80/50 ومش قادره، نمت شويه وبعدين اقوم اعمل الاكل. يعني عايزه تشجيع منكم، ويا ريت اللي بيتفرج ما ينساش يعمل اللايكات، لان انا هنكبر هنكبر بيكم. هنكبر بيكم وهنكتر بيكم. انتوا اهالينا وحبايبنا، بنوريكم كل جديد. يعني بنوريكم كل حاجه. انا ولا غيري بنقف بنتعب يا جماعه وبنشتغل، يعني جايين من شغلنا، وبالذات الموظفه بنيجي من الشغل وتعبانين بره. انا وقفت عملت. وبقف اعمل برده علشان اوريكم كل حاجه حلوه، كل حاجه جديده. يعني بعد اذن الجميع والناس الحبايب كلها وحبايبنا. بس هيبصوا لك. هيبصوا لك. عشان ادعي لكم. انت بتدعي للناس كلها. ربنا يخليكم يا رب ويبارك فيكم. اللهم امين. ما يحرمناش منكم ولا من اللايكات بتاعتكم ولا المشاهدات، عشان انتوا حبايبنا وعيلتنا. يا رب كده. ربنا يبارك فيكم ويخليكم يا رب. قومي امسكي رغيف جمبري. والنبي وكل حد يدعي لبنتهم ياسمين.
عشان مسافرة يوم الجمعة. ربنا معاها، ربنا معاها يشفيها ويعافيها وترجع لنا بألف سلامة. يا رب يا رب يا رب يا رب ينصفها وتيجي بالسلامة يا رب. اللهم آمين اللهم آمين. إن شاء الله هنشوفها كده لو قعدت هناك تعمل العملية هنسافر ونصور لكم هناك برضه إن شاء الله. إن شاء الله كل مكان إحنا بنروحه إن شاء الله بإذن الله. حبايبنا وعيلتنا إن شاء الله ربنا يخليكم، ما يجيبلكوش حاجة وحشة، وتفضلوا معانا كل سندوتش جمبري. جمبري بس هدوركم 10 جنيه. احلى صينيه سندوتشات، جمبري سندوتشات جميله وبتنجان مخلي وتوم، بتنجان مسقعه، والبتنجان المقلي ده الجميل دوت ابو دقه، بتقطعه تخين كده ابو دقه ده، وتوم مقطعه بالخلطه بتاعتي، وسلطه الطحينه، حاجات تستاهل بقكم ان شاء الله. اتفضلوا معانا يا حبايبنا، صلوا على سيدنا محمد. اللهم صل عليك رسول الله واشوفكم على خير باذن الله، وربنا ما يجيبلكوش حاجه وحشه، ونشوفكم في كل جديد، ونشوفكم في كل خير. يلا قول لهم باي باي يا زمز. باي قول لهم باي باي يا حبايب. باي روحوا في جنب تيتا، تعالي هنا قول لهم تعالوا كل سندوتش جمبري. تعالي كل سندوتش جمبري. ايه رايك في الجمبري؟ دوقي كده يا زمزم. يلا ايه رايك؟ جامد. يلا يلا ما تنسوش اللايك بقى، ونشوفكم على خير. اللايكات 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 عشان ادعي لكم يا حبايب. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي. سلامة الله. مع السلامه.